عندك اسمرار في البشرة، عندك انتفاخات تحت العين. النهاردة جايبالك ماسك تحفة جدا، الماسك ده هعمله معاكو دلوقتي. زي ما انتم شايفين العيون اللي بتبقى منتفخة ديت وبتبقى شكلها فظيع قوي، النهاردة هنعالجها بالماسك بتاعنا ده، وهقولك ازاي انا عملته. بيعالج انتفاخات العيون وكمان بيزيل التجاعيد اللي بتبقى موجودة تحت العين وكمان حوالين الفم. ده غير ان هقولك على برضو ماسك حلو قوي، تفتيح وتبييض تحفة جدا. يلا كملي معايا الفيديو. الوصفة النهاردة حلوة قوي قوي، ومكون عايزة اقولك ان هو من قلب المطبخ تحفة، مش هنجيب حاجة خالص خالص من بره. يلا هنعمل مع بعض الماسك ده، وما تنسيش بقى يلا حطي لي لايك، عايزين لايكات كتير قوي للفيديو، وشجعيني بكومنت حلو. اول حاجة انا معايا هنا البولة دي، هبدأ اضيف فيها اول مكون وهو الشاي الاخضر اللي احنا بنستخدمه في التخسيس. الشاي ده ما عندكيش فكره تحفه جدا في علاج الجفون اللي بتبقى منفوخه وكمان الهالات السوداء. هاخد معلقتين كده اهو من الشاي الاخضر. الوصفه دي سهله جدا جدا ونتيجتها بتبان من اول يوم هتلاحظيه. هنزل عليه بقى بكوبايه ميه مغليه، ميه تكون مغليه وسخنه قوي. تمام، وهبدأ أسيبه لحد ما يخرط معايا. بصوا مجرد ما حطيته خرط معايا كتير ازاي، اهو بصوا اللون بتاعه اتغير. هنسيبه بس كده على جنب شوية، وهبدأ بقى أعمل معاكم الخلطة اللي أنا هكمل بيها الوصفة. تمام، هبدأ أعمل ايه معايا هنا؟ حبة من الخيار اهو، ومعايا المبشرة بتاعتي، ويفضل اللي هو تكون المبشرة الضيقة دي. هبدأ بس أبشر كده يعني نص الخيارة تقريبا. كده بشرت الكمية اللي أنا محتاجاها. تمام، وهقولك دلوقتي بقى أنا هعمل ايه. تمام اهو، اول حاجه هعملها انا هاخد من الشاي اللي انا نقعته ده، هبدا الاول اصفيه بالمصفه بتاعتي. اول حاجه بقى هبدا اعملها، هبدا اصفي ميه الشاي الاخضر كده، عشان انا محتاجه الميه فقط اهو. تمام، بعد كده هاخد بقى من الميه دي معلقتين او 3 4 معالق كده، هنضيفهم على الخيار اللي انا بشرته اهو. تمام، بالشكل ده. وبعد كده هبدا اضيف هنا طبعا ميه الشاي الاخضر دي، هقولك هستخدمها في ايه دلوقتي. بعد كده هبدا اضيف معايا هنا معلقه كبيره من النشا. تمام اهو، وهبدأ أخلط. وده هيبقى الماسك الأول اللي أنا هعمله لتبييض البشرة، وبيخلي البشرة صافية جدا جدا. أما بالنسبة بقى لتحت العين أنا هعمل إيه؟ بالنسبة لتحت العين أنا معايا هنا مية الشاي الأخضر ده، ومعايا هنا زي ما انتم شايفين ده يعني مناديل، من هي مناديل ميك اب، أنا قطعتها 2 عشان يبقى تحت كل عين واحدة. هبدا اغمسها كده في الميه اهو بالشكل ده، وهبدا احطها تحت العين كده. تمام، بالشكل ده تحت كل عين هنحط كده. طيب الميه اللي هتتبقى دي، الميه دي هنعملها كسبراي للبشره، يعني ممكن نحطها في اي ازازه بخاخ كده بالشكل ده، وابدا ارش بيها بشرتي كل يوم الصبح قبل ما انام. حلوه جدا جدا جدا، بتزيل التجاعيد وكمان بتخلي البشره نقيه جدا. الانتفاخات بقى اللي فوق وتحت العين هنستخدم لها زي ما قلنا المناديل بتاعه الميك اب دي، ممكن تحطي واحده فوق العين وتحطي واحده تحت العين، مش هتشوفي اي انتفاخات. دي الوصفه بتاعتنا النهارده، الوصفه ديت لعلاج الانتفاخات وكمان التجاعيد.
المواعيد وبتفتح وبتبيض البشرة. يعني بصي وصفة متكاملة من حاجات كتير وجميلة جدا جدا. هنوزع الماسك ده على بشرتنا لمدة ربع ساعة، وبعد كده نغسل بشرتنا عادي. استخدميه مرة واحدة بس او مرتين حسب يعني ما انت محتاجة، ان انت نتيجة سريعة يبقى استخدميه مرتين او ثلاثة في الاسبوع. يا رب تستفادوا بالفيديو النهاردة، الوصفة حلوة جدا جدا، وانا لما بعملها بتخلي بشرتي نقية قوي. انا عايزاكم تجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. متنسوش بقى حبايبي حطوا لي لايك واشتركوا معايا، عايزين لايكات كتير قوي. فجروا الفيديو ده لايكات وكومنتات. انتظروني في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. باي باي.